الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشة، جبنا لكم فيديو جديد صيد الذئاب، هنشوفه ده مع بعض. طبعا الذئب الرمادي، شوف النهارده هنتابع صيد الذئب الأسود. طبعا معروف عن الذئاب تصيد في قطعان، شوف قدامكم نظرات الذئب مرعبة. هنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا وزن الذئب الرمادي يوصل لـ70 كيلو جرام. الصياد وضع الاستعداد بالسهم. خلاص الذئب في مرمى السهم. شد القوس، إصابة مميتة كده. الذئب ملوش أي فرصة للنجاة. القيوط إصابة قاتلة. طبعا القيوط ما بيصيدش بجماعات، نادر، بتكون القطيع من ذكر وانثى ومبدلش زوجته، زواج ابدي. قاتلة. طبعا الصيد هنا من اجل الفراء. الصياد بياخد وقته في التصويب. اصابة مميتة في الصدر. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا اوعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله. شوف 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 شوف، بساق واحدة مقطوعة، يعني ثلاث قوائم فقط.
فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.